تفكير. موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جايبكم مقطع جديد. اليوم مقطعنا للسياره الجديده، واليوم معنا ابو السوم. السلام عليكم. شو من زمان ما صوت معك ترى، صدق والله من زمان الناس يطالبون بسوم والله حركات. اي عندك معجبين يا ابوي. والله شباب مسي اول انا قاطع بس برجع مو باليوم ولا باكر. بعدين تعرفون ليش قاطع سوما، بيقول قناته وكذا يعني. قبل ما يبدا مقطع لايك اشتراك فعل زر التنبيهات، ما بقينا شيء 800,000. الله يسعدكم. واللي يبغى يشتري اغراض من روكت ليج عندكم موقع روكت ليج اكسين، الرابط في الوصف. كود بي اس ال يخصم لكم 3%، كود لايتم شوف بي اس ال. تبون تشترون سياره زي ما راح اشتري الحين. السياره هذه قدامكم، سياره باتمان جديده، نتاكد ان حاطين كود بي اس ال كابيتال سمول، ما يفرق. شارين الكريدت من موقع روكت ليج اكسين. سلام، ما قاطع يعني. هذا عرض مني لمتابعينك. ايوه طيب. أيوة. هذا الشهر اللي يشتري بالكود كلهم لهم خصم 50%. كيف خصم 50%؟ اللي يستعمل الكود يصور الفاتوره يرسلها لك بالايميل، لا خصم 50% يرجع له ريفاند او يرسلها الانستغرام، بدل ما يرسلها الايميل افضل يعني. بالضبط اللي هو والله فكره صراحه. صح انه بتخسرني بس باذن الله ان ما تشيل هم، لا انا اتكفل فيها. ما عليك انا اتكفل، بس انا اقصد انها فكره سديده. هذا عرض مني، انت ايش تبي؟ الله يشوف يعني. زي ما قال ابو سامه انا اتكفل كل شيء، ما عليك. المهم خلني اشتري السياره. بسم الله. كوبنا كل شيء حطيناه. والله سياره غريبه يا اخي، غريب شكلها. والله جامده يا ابوي. شوف الايتم شوب حاطين هيلفير كريمسون 2200 كريدت. اي تبون تشترون سياره او تبون تشترون هيلفير لا تنسون. مكتوب على السياره بي اس ال غريب. كود بي اس ال يا مامي. فيك فيك. يلا يلا يلا، هذا ما راح تفيك. لمسه 5 4 3 كتت. اوكي يور جو. مو بهدف برا. انا شفت ردة فعلك، مقلب. قلت لك مو بجول هو هدف. الحمد لله. مقلب في اليوتيوب شباب. لا تنسون تكف تعبان. الله يشفيه. هذا مسوي رايق. راح اخذ بوست العبيط. ايه عشان ما يقدر يسوي شيء. يلا ايش بتسوي يعني؟ معي بوست بس بحاول اخذ حقه. اوب الله صوت البوست يقهر. شوف يلا كمان 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 كمان. ايش فيه؟ العب يا مجنون. لا جاتت. يلا خلص بوسه. ليك لا تهبل. ليك تقدر. اي تراست يو مان، اي تراست يو، صدق اي سوير. جيجي بوب. اون في اون سيتويشن. سلني كابتن، سلني. صح انه بلكني بس مو مشكله. ارجع ما عنده شيء، ما عنده. عندك اورا. باخذ بوس بالنص. عندي احساس ما طلع. اوكي عرفت لعب. عندي تكنيكم. عندي خلصته. اطلع. موجود. لازم اخذ بوست. اللعبه ترى سريعه شوي. ها لا ترى برا. ها برا. ليش لا مش روح بيصدمك. يا عيني يا ابو سوما. نايس مي، دونت وري مي. والله اللي وراه كل جاب العيد. قاعد يلحق من السنه جدي. خلص بوست ولا سبات ولا شيء. روح. اوكي بطير معه. امشي طق ثاني. والله راح النص والله. بعدين رجع. الله ياخذك. طيب الله يا والله العظيم كذب. السيارة واقفة. فجرني. ما يفجرني حتى انا. شوت. والله حرام. اطلع.
زرفه محترم. غابني مين بالله هذاك الكليت دي ابوي يف منين في كانت عارف هذا ما يفوزون دول اهم شيء ما يفوزون والله العظيم اني صادمك يا شيخ تكفى اوه جرف ايزي قوة في السيارة يا ابوي وات سيف تقولي وات سيف هيك تفكير روح لا والله اني على بالي انت والله اني لا تقدر اوكي نكرام من غبنا جبتها لا شوف العار ظاهلي مفروض تطلع برا بس شوف راح 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 انا مو بحق كيك اوف صدمته ما قدرت اسوي شيء برو لا ما يفوزون اوه تسيب يعني ابو سوما شد عليهم سوما كثير من جيب زي الناس ديك توقعت انه بيطقها بس اوكي بس رجالي الله هو يرجالي بس ايزي ايزي بيزي ليمون سكويزي صدمت اللي مفروض انه ياخذ الكرة فانك بخوية شات اي شي صار جات نزلها ما لي معنى بيحط ارضية سبه خذ البوس بدي فور الله اوكي ثاني خربنا انا بصامة بس خفيفه يا اخي مرض جنب يا اخي ما جاء وات بعيد عيال بعيد مره القم القم والله جيم فوز يعزز ثقتك في نفسك ويخليك تفوز مره ثانيه ثالثه رابعه استهبل اوكي ودي يسار ايش انت؟ ما اقدر والله الزاوية صعبة مرة كيف ارجع؟ لا بصوف لا دقا يا رب التمي يا رب التمي مرة ايوه يا خوية اوكي وات سلو ايش قاعد تسوي؟ ايش اسوي؟ توقعت انك تشوت وصدمك ما اخذت بوست لا والله هذا حارب يلا لا بس هو ما تخش في وجهي معليش على الصوت والله النية بلوك فجت بعد تصير جين الفاشل هاي ابن المنيو قاعد لا لا يعني الصملة طالع معك اوكي امسك لا اصبر اصبر السلام عليكم بالله كيف ريحة الأوكتين جلادة حلوة قاتس قاحة من تحت حلو شيل طع أوه لا وات أوه والله ما كنت بوست فل يعني بس نايس أبغى بوست تبغى بوست طبعا الله يعينك ما بيقى رجع الله يسيف ما في بوس ها ووب انا نانتا بوليس وين انا بخلي الكورة والله بغصدي مش فيك العب يا حياتي ها ابي افجر يا اخي مين جاتكم اوكي هزا طلب والله كنت ابغى اجيب هدف بشكل حلو يعني بس سجل روح كمل معي بوست كمل تكفى طقه مو يبغى يطيح لا سلام اهدد هدد ايش قاعد اقول ايوه ليك تكفى لا جي جي الله العظيم جيم جام سكور خلاص شوت
عيني عيني ابو سوم عيني حبيب الله هنيه اروح اصدمه في الوقت اللي جيته. نايس 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 كمله هو نايس هذا على جوه يعني ابو سوم سكت المساكيت زهن والله طيرتها لك كلانا ميدام والله جيت والله العظيم نشبت. تعرف الواي داش اللي جايك على الجدار الله يقلع اخذ البوس عنه لك ترجري اوفيون سيتويشن اوب لا يو يوسف ادو اوكي عندك يا تكفى 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 بوس خلص ليتك ما استعجلت ذي عشان اجيب هدف والله السيارة صعب لعب فيها الأمانة يمكن ما عشان ما توتها الدومينز هدف عيني يا أنا والله ما توقعتها أنا ما أشوف شيء رجاء شتوا بس تفجير ما أدري أوه مندف ما أدري وين أخذ فاصل آه الهدف ألو يا الله اللعبة كاسس كاسس اوه بس انت خربت علي لازم يجيب هدف لا بالعكس انا معي بوست بغى انا اقول لك ما ابغاك تخش علي فهمت والله العظيم المفروض انه من فوق من قبل اكفى لا ما بجيب جول ثاني الحين بصدم من الحارس اوه تكفى اي شوف وعدتك خلاص قلت لك الحين اجيب جول الله والله صدمت الحارس صدمه شوف وين طيرته اشوفك تيجي والبليد يعطيكم العافيه على المشاهده ان شاء الله استمتعتوا بالامانه السياره هي ثقل مو بخفيفه كنا دومينز بس فيها ثقل زياده ان شاء الله استمتعتوا قناه سوما في الديسكربشن موقع راح تلاقي اكسشينج رابط في الوصف يعطيكم العافيه على المشاهده وانا اراكم على خير في امان الله سلام سلام.